والله نسأل العافية السلام. نعم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير من تطير، يعني بنفسه، أو تطير له، لأنهم كان عندهم في الجاهلية قبائل معروفة بالتطير. قال: لو تطير لك طفل من هذه القبيلة ويقول لك لا تسافر اليوم، لا تلغي هذا التطير. نعم. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. نعم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. نعم، مسروق يسرق له سيارة أو يضيع له ولد فيأتي إلى هذا، وهذا عراف يعرف أين هي. ممكن نجدها وممكن لا نجدها في الغالب، لكن يكون نسأل العافية السلام بهذا ضياع الدين. نعم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. نعم. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نعم. وقال أبو العباس، شيخ الإسلام ابن تيمية أراحنا، وقال: كل من يدعي هذه الأشياء تقل عنه عراف، كاهن، منجم، رمان، لا إشكال. نعم. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. يكتبون أبا جاد يعني يكتب حروف مقطعة لا تفهم معناها، قل هو الله أحد ثم يكتب ألف. وعندنا اليوم في بعض الخواتم تشوفها يحط مربعات كذا، عرفت، وألف كاف سين، أو أرقام 1 7 3 كذا، هو يعطيها هذا في الخاتم تحصلها، أو تجدها أحيانا في بعض الألبسة يضعها سحرة هؤلاء. هذا معناه عندما يكتب قل هو الله أحد ألف سين مثلا، هذا معناه يعني الكفر بما تقدم. حروف هذه تعني عندهم رموز للسحر. ومسكين المريض يقول: يا أخي قرأ علي القرآن واعطاني هذه الكتابات فيها قل هو الله أحد، ولا يدري أنه قل هو الله أحد مكتوبة أحيانا تكتب الله المستعان بالبول وبالدماء. اي نعم. ويكتبها ويكتب أمامها سين كاف، يعني كفر بما تقدم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاقه. نعم، هذا تعلم لأبا جاد، طبعا هذا من أنواع السحر، لكن عندنا في تعلم أبا جاد عند العلماء، يحسب التواريخ بماذا؟ بالأحرف، عندهم حساب معروف، وهذا علم جائز. قال: قد تم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة 204 في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني شهر ربيع وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ابن سعد رحمه الله تعالى جاء لافتتاح الجامع الكبير بعنيزة وقال: جد بالرضا وأعطي المنى، من ساعدوا أو شاركوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب، أغفر لنا 1362. دعا وأرخ في وقت واحد رحمه الله، مفهوم. قال: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذها مرتبة وقل هبا دبز. نعم، هذه عندهم يحسب التواريخ، تاريخ وفاة الأئمة الأربعة. لنعمانهم قال، أبو حنيفة رحمه الله توفي في قال، وطعق لمالكي، وللشافعي در، ورم لابن حنبلي، وفاة الأئمة الأربعة. تمام؟ نعم. لأنه ممكن في اختبار الآن يقول اكتب
تاريخ وفاة الأئمة الأربعة تحتار، اكتب له لنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ورم لابن حنبل، وانتهى الموضوع. مفهوم؟ أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران، فافهم وادعو لي. هذا حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، كثير عندهم يؤرخوا بهذه الأرقام. نعم. باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة يعني حل السحر. الآن شوف الترتيب، السحر، أنواع السحر، من هم وكيفية الإتيان وحكم الإتيان. الآن وقع السحر، إيش تصنع؟ لكن لا توسوس يا أخواننا، عندنا كثير من الناس في هذه الأيام مع هذه الوسائل أيضا موسوس، أنا مسحور، أنا محسور. يا أخي أنت الوحيد في العالم، ليش توسوس؟ قال والله عندي السحر، وفلان في الموقع قال إذا قرأت هذه الآية وجاءك نعاس أو نملت رجلك معناه أنه مسحور وسحروني وأنا تعبان. وليش لا تفتح هذه الأبواب يا أخي؟ يا أخي أنت متوكل على من؟ من يتوكل على الله فهو حسبه، احفظ الله وانتهى الأمر، ولا تبالي محسود وكذا وفي أعيان وفي جن وفي شياطين، وهذا تجده دائما في المستشفيات نسأل الله عافية السلامة أو عند الرقاة. لا، وقع السحر، حل السحر بماذا؟ بالرقية. أنت فيك مرض ولا ليس فيك مرض، استخدم الرقية ولا إشكال، صح؟ نعم. أو بالدعاء أو بالأدوى المباحة مثل الحجامة مثلا، شرب العسل. طيب هل يعالج السحر بالسحر؟ لا، مخالف للكتاب والسنة وقول الصحابة وسلف الأمة، وفيه تقوية للسحرة، تضعيف للتداوي بالقرآن. في إنسان يذهب إلى مظنون ويترك يقين؟ كيف تذهب إلى الظن وتترك العلاج بالقرآن وهو يقين؟ وتذهب للساحر، الساحر الثاني إيش يصنع؟ يصنع سحر جديد، وبدل ما كان عندك سحر واحد صار عندك أكثر من سحر، ثم ممكن الساحر الثاني يكون أضعف من الساحر الأول وما يصنع شيء، ثم الساحر الثاني ما يمكن أن يحل السحر عن المسحور حتى يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، يقول لازم تقرب للشيطان، وهذا شرك. نعم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر حتى تتعلم الأمة ماذا؟ الصبر، وأنه دار ابتلاء. نعم. ثم لو صبر ولم يأتي السحرة ماذا له؟ جنة. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. نعم. قال رحمه الله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. الكراهة عند السلف التحريم، كل كراهة وتحريم لحل السحر هذا يحمل على حل السحر بالسحر، وكل من أجاز حل السحر يحمل على الرقية والدعاء والأدوى المباحة. نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، رجل به طب، هذا فأل، العرب عندهم فأل، يسموا المسحور ما يقول عنه مسحور، إيش يقول؟ مطبوب به طب. تمام. ويسموا الأعمى بصير. تمام. ويسموا اللدغ سليم، ويسموا الأرض التي ليس فيها ماء ولا كلى لا جدبة وهند مفازة وهي هلاك، ويسموا الجماعة من الناس إذا خرجوا للتجارة قافلة وهي في الحقيقة ذاهبة، ويسموا هذا الذي تصعد عليه سلم من إيش؟ من السلامة، هو في الغالب ندامة تسقط عنه، صح؟ ويسمى ما يوضع على الكسر وهي في الحقيقة كسيرة، عندهم فعل. أي نعم، تفاؤل. أي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل. نعم. ويسمى الأولاد للأعداء والعبيد لهم، يسمى الأولاد للأعداء والعبيد لهم، يسمى العبد فلاح، نجاح، مطيع، صح؟ نافع. يا مطيع يعني حتى يطيع السيء، يا نافع ينفع السيء، صحيح.
ويسموا الأولاد للأعداء. يسموا الأولاد صخر وحرب وفهد وخالد وعلي. خرج للمبارزة قبل أن تبدأ المعركة حتى يحمل وطيس. يخرج الفرسان من الصف الأول والفرسان من الصف الثاني. خرج من صفوف الكفار ثلاثة: عتبة وشيبة والوليد. عتبة يعاتب على كل شيء، وشيبة هذا ليس أهلا للحرب، ووليد صغير. الثلاثة قتلوا. صحيح أسماءهم تدل على إيش؟ على الضعف، مفهوم؟ فيسموا الأولاد للأعداء. يقولوا من جاء في الجيش؟ قال حرب وفهد وأسد وخالد وعلي وصخر. قال هزمنا. صحيح والله. نعم. الصحابة الشيخ من اللي خرجوا حمزة وعلي علي خرج وحمزة وعبيدة بن الحارث. عبيدة، نعم صحيح. وفي البخاري عن قتادة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد، نبي الرحمة، نبي الملحمة. أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها مدح، ولهذا كانوا لا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بمحمد، ما يستطيعوا ينادوا. كيف ينادوا محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يتغافل عنه؟ نعم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. نعم. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. حل الإشكال وجمع بين الأقوال. نعم. والثاني نشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. نعم. باب ما جاء في التطير. التطير هو التشاؤم بمرء أشياء يراها: كلب، بومة، كرمكم الله، يعني كلب أسود، أو أشياء اسمعها صوت أكرمكم الله كلب أو صوت حمار أو كذا، أو أزمنة يوم الأربعاء يوم السبت مثلا، أو أمكنة يقول هذا الطريق أنا ما أمشي فيه، أو بعض الأرقام يقول رقم 7 لا أحب هذا الرقم، أو ألبسة يقول هذا الثوب كل ما ألبس هذا الثوب يحصل لي مشكلة، أو هذا القلم مثلا. تطير كثير جدا في الأمم. نعم. حكم التطير شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر، وأنواع كثيرة لا تنتهي. وبعض الناس يتطير حتى بالقرآن. كيف؟ يبغى يتزوج أو يسافر، يفتح المصحف كذا، وقع النظر على آية فيها رحمة، ادخلوها بسلام آمنين، قال توكلنا على الله. وقع النظر على آية فيها عذاب: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال لا والله ما نروح. هذا تطير بالقرآن. ويعلم الأولاد عندنا، والله يعلم الأولاد الاستقسام بالأسلام: هذه أسافر وهذه لا أسافر. وش يقول؟ وش يقول الأولاد؟ حقرة بقرة، قال لي عمي عد العشر، أو حادي بادي كرمبو زبادي شاله وحطه كله في هذه. والله يعلم هذا استقسام بالأزلام. أو قال يا أخي خذ وردة الآن، وبعدين قال أتزوجها، ما تزوجها أتزوجها، توكلنا على الله. استقسام بالأزلام والله عند الأولاد موجود عندنا شرك. وعندنا من يعبد الشمس، إذا سقط السن يقول يا شمس يا شموسة، صح؟ خذي سني. طب هو قاعد تنادي الشمس تعطيك السن، صح؟ أي نعم، مشكلة والله، مشكلة كبيرة، الله المستعان. نعم. التطير هذا كثير. المسلم ما يتطير، المسلم يتفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الدعوة، ورقة بن نوفل حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليتني أكون فيها جذعا.
وحصل له ما حصل تطير تفاعل. فالمسلم ما يتطير أبدا، اللي يتطير مشرك منافق نسأل العافية والسلام. وبعض الناس قال أعوذ بالله أعوذ بالله اصطبحنا بفلان، صح؟ قول أعوذ بالله هنا تطير، قال أعوذ بفلان شرارة، يقول فلان منحوس، ما يجوز. عندنا في زمن من الأزمنة ملك من ملوك السعودية، هذا الملك في رجل عندنا في السعودية أرسل الملك إلى العراق. العراق في القديم كانت مملكة، ملك فيصل كان في العراق، فحصل انقلاب على هذا الملك وقتل، ومعه جماعة من الناس قتلوا، ورجع هذا إلى السعودية. فعندنا الملك قال لهذا الرجل، قال أنت أنت شؤم على العراق، أنت نحس منحوس أنت. فقال يا طويل العمر سلني على اليهود. أنت ما تحتاج تقضى على اليهود، لا طيارات لا دبابات، أروح أقضي عليهم وأجي. ففهم نعم حجة، ما يستطيع يرد على الملك إلا بلطف. فقال يا طويل العمر أرسلني على اليهود أخذ عليهم مقتل، هذا أمر ليس بيدي، هذا أمر كتب الله. اقتنع الملك، فهمت؟ أي نعم، لا يوجد عندنا في الإسلام تطير ولا تشاؤم أبدا، مسلم دائما متفائل. يجيك اتصال الساعة 2 في الليل، اتصل فلان قال الله الله يكفينا شر هذه الساعة، هذا الله يكفينا شر هذه الساعة تطير والله. شك اتصال الساعة 2 في الليل، جاء اتصال للشيخ قال الله أكبر حررنا القدس مثلا، والله ليش ما تتفائل يا أخي؟ ليش الاتصال هذا تنوي النشوء، صح؟ اي والله تفائل يا أخي. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله قول النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي تفائل أنت، ليش تتشائم تتطير؟ وهذا أخواننا كثير جدا، لو أطلنا في هذا لكن كثير جدا. ملك من الملوك في زمن من الأزمة أراد الخروج إلى الصيد، قال له الوزير أخرج معك، قال تفضل تعال. عندما أراد الخروج جرح الملك في إصبعه، فقال الوزير للملك لعله خير. عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير. غضب الملك وقال تهزأ؟ فرحت أني قطعت؟ أدخلوه السجن. أدخل الوزير إلى السجن وأغلق عليه باب الزنزانة وقال له سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير. يستهزئ بهذا بالوزير. ثم خرج الملك في الصيد، وهو في الصيد أمسكوا جماعة من الناس، تعرف يخرج إلى الصيد بدون حرس بدون، أمسكوا قال ماذا تريدون؟ قالوا نحن لنا أيام نبحث عن إنسان نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك. قال أحسن قربان أنت، كبش سمين. قيدوه، فعندما قيدوه وجدوا الجرح هذا في إصبعه، قالوا أنت معيب، لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، اتركوا رجع للوزير. قال صدقت والله إن قطعي خير. قال الوزير لا والله والله أنت صدقت، سجني خير. قال لماذا؟ قال لو كنت معك الآن في الصيد كنت في عداد الأموات، أنا لست بمعين. دائما الإنسان إخواننا لا يتطير، دائما المسلم إيش؟ تفاعل، يحب الفعل عليه الصلاة والسلام. التطير هذا من أعمال أهل الشرك وأهل النفاق، لا تتطير أبدا. بعض الناس يقول والله نفس اليوم مقبوض وأشعر المصيبة قريبة تأتي، صح؟ وقال متضايق متضايق، خليني في حالي اليوم، والله متضايق يعني خلاص، يعني أنا عارف وأنا قلت كذا. ليش؟ ها؟ إيش تعلم الغيب أنت؟ شو سوي طيب؟ خليه أروح. نعم. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، تطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام،
فرعون ومن معه تطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنما يأتي من الجذب والقحط والبلاء هذا من موسى عليه الصلاة والسلام. فقال لهم الله: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما يصيب هؤلاء من الجذب والقحط هو من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا. وموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه سبب للخير والبركة، لأنه كان يأمر بطاعة الله. طائركم معكم، الآية الثانية لا تخالف الأولى، أي مصاحب لكم، فإن عملتم خيرا تجدوا وإن عملتم غير ذلك تجدوا. قال: والله إني لأرى أثر معصيتي على دابتي. نعم، وقبله قالوا طائركم معكم الآية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا عدوى، لأن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية، وهي أن المرض ينتقل بذاته، العدوى تنتقل بإذن الله، وأنت عليك أخذ بالأسباب تبتعد عن المرضى، لا إشكال في هذا، لكن تعتقد أن المرض هو المؤثر بذاته لا. نعم. لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة، لا نتطير. نعم. ولا هامة ولا هامة، الهامة البومة أو طائر يشبه البومة يتطير به. نعم. ولا صفر، ولا صفر يعني يتطير بماذا؟ بشهر صفر. ويقول بعضهم يقول صفر الخير، تطير حتى صفر الخير، صفر الخير ومحرم الخير، صحيح؟ كل أشهر الله فيها خير وفيها غير هذا، لماذا نتطير نفس الشهر؟ نعم.